عسلامة. عسلامة بنتي. مرحبا بيك، خلينا نتعرفوا عليك. تيجاني بزور. بزوري تيجاني. بيك. اخترت تحكي معنا بخصوص الوضع الصحي في تونس. معناها تقييمك لقطاع الصحة. قطاع الصحة بصفة عامة في تونس. بون فيهم عليهم. بلايس بلايس. تو أنت باش تمشي مثلا كنا تعمل سكانير مريض تو طبيب يقول لك برا مشي يعطيك جواب يقول لك مشي اعمل سكانير. قلت لك لا. باش تدخل انت باش تعمل سكانير يعطيك رانديفو بعد ست اشهر برشا ست اشهر اربع اشهر فهمتني جيل جماعه السكانير باش يحضروا يقول لك لا امشي غاديك مش يعطيك بعد شهرين وشهر ما يقبلوش عليك يقول لك لا تقعد اربع اشهر تستنى وبرك المريض مسكين كيفاش يمكن ما نعرفش اللي يبداو مثلا ريقدين في المستشفى معناها سكانيرهم يحضر من غدوه سمحت باهي نقولوا احنا اربع اشهر اي لا لا بصفه عامه نقولوا احنا اربع اشهر باش يعطيك اربع اشهر باش تستنى سكانير باش ياخذ سكانير نتاعك كي تمشي لهم انت وقت السكانير بالضبط كان قبل يحطوه في انفلوب يمدي لك السكانير نتاعك والتصويره وكل تقول لك لا اقعد استنى شوي ما عادش كل شيء حاضر كيما قبل الارجونس موجود هذا هذا موجود في الرابطه سبيطار الرابطه اللوطه الناس مساكن تقعد تقول لا ارجع لي غدوه الحي ونشوفوا كيفاش يحضر ما غدوه ترجع لهم يقول لك راهو مزيان تكمل تتصب يقعد يحضروا فيه في وقتها معناها ما فماش حتى كلمتهم انا ديجا كلمتهم غاديك بالسكانير وكل قالوا لا احنا نحضروا بالسكانيرات وما يزوش الجواب نتاعهم كيفاش فما مريض ما يزوش الجواب نتاعو معقوله بالعكس الطبيب يبدا يستنى يبدا يستنى معناها اقعد استنى وقعد امشي ويجي فما والله 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 شاد الصف واحد من باجي مسكين قال لي على الصباح قال لي على الصباح بكري جاي من باجا جاي ثلاثة مرات بس كانار نتاعو مش كانار مش حاضر مش حاضر عندك معارف عندك أداء يقولوا لك أمورك لا اللي يسكنوا بعيد اللي يسكنوا بعيد أنا با سونتر سونتر فيل أنا هنا أنا في نجم حي التحرير قريب في البلاد مش مشكل أنا مشيت جي أربع ولا خمسة مرات باش لقيت السكانير حاضر وما لقيتوش حاضر قعدت نستنى تقريبا جي أربع سوايع أو ثلاث سوايع فهمت يحضر لك التقرير والتصويره مازالت ما حضرتش فهمتي والطبيب كان عندك معاه رانديفو يقعد السنه فيك مش معقول بالضبط راه وحتى كي تمشي يعطيك ورقه نتاع الدواء شر الدواء ما فماش تمشي تشري بالفلوس الدواء الباهي اللي قال لي الموجود خاصه نتاع السكر نتاع اكسكتيرا وكذا لا هذا الدواء المزمن نورمال مود ديما موجود ما فماش تمشي تشري بالفلوس كانش حكايتك هكا خفيف نتاع انت ذا الوضع الصحي معناها شيء غريب وتقوم انت ديجا من 6 نتاع الصباح وال 5 نتاع الصباح 6 الصف وتقعد واقفه وينك الطبيب باش يجيك العشرة والفرنيه باش تقيد لك من عرش كتاش هو الانتظار مسيو موجود سوى في الخاص والا في العام معناها الزوز لازمك تنتظر معناها حتى لا باش تمشي المصحه خاصه باش تمشي تقعد من الصباح للاربعه نتاع العشيه فما حاجه لاحظتها هي لاحظت ان انا المسؤول ما عادش عنده قيمه اللي هذا يخدم على روحه على كيف كان في الملي يجيك مخر العاشر نورمال قهوه في يدها ساعه وحتى تقعد وحتى سبيطار العمران زاد كيف نتاع الدواء معناها شيء مهول كنت ركز مش ادويه في سبيطار العمران اشترى دواء ما تفهمش وشنو تجي من 5 نتاع الصباح باش تصفي عاد يعطيك ريسي تجي بكري من نومرو مش مشكل من بعد تمشي مشاكل مش ناس شاده صف حتى لوين وين من 5 نتاع الصباح وتقعد انت تستنى ومن هنا وبرهات حتى تجي الواحدة تجيب قهوتها في يدها وثمانية وثمانية وربعة وثمانية ونص وانت كتندر شنو باش بيعيطوا العباد يبداوا يدخلوا فيها أنا شيء أنا نحكي أنا بصفة عامة المسؤول ما عندوش كيما جيل المسؤول يقول لك أنا ما نعرفش تجي الفنملية تلقى الأخرى عندها الإرشادات هيجي كيفاش الحكاية يا بنتي تو عندي قداش أنا واقف والطبيبه ما جاتش والاخر ما جاش ونستنى وانا كل شيء يقول لك انا ما نعرفش تمشي الاخر يقول لك انا ما نعرفش كلهم ما يعرفوش تقعد تستنى حتى لين معناها كل واحد يقول لك اسال الاخر لا بالضبط يخدم عليك انا ما عادش كيما قبل اي اما المشكله هوني المريض هو حالته الصحيه تعبه وكي تصير معاه حاجه كيما هكا يزيد يمرض والله راه في ناس معناها هكا مسكين كبه ما نجمش تتحرك ما نجمش شيء الوضع اللي نشوف فيه كله تبدل ما عادش كيما قبل في كل شيء راه حتى في تو في البلاد في الترونسبور في الكيران نشوف فيها بعد ساعتين تجيك كار وبعد كذا تصور تسوق في الكار لاحيته مغوفه
وبجلاكة ويخدم على كيف وتقعد ساعة وانت نطيش هذاك هذا قبل ما كانش هذاك تاع الكسوة وكرافات ونظف ونظيف ونظيف وتجي مخر روح جيب غيرك. احنا وصلنا وقت بورقيبة الله يرحمه ونعم يجيو لك الروتار اسمع بيا بالروح الجيش بدي يصف الكيران كل ربع ساعة كارتا قاعدة الناس منظمة وناس محترمة والأخلاق والواحد ما عادش حتى بتاع الكيران تو جيت تستنى باش تروح ولا تجي كذا يا ولدي وين الكارت تخرج ما لي ساعة تو لا حتى يجي الآخر والآخر ويقول لك استنى معناها ما فماش مسؤول ما فماش الشوفير تلقى سيق على سيق لحتى بغوطة باش لاكا وواحد داخل ما تقول الشوفير نتاع كارتا مستحيل وصورس على سايخ يخدم شورس معناها فوضى فوضى في البلاد بصفة عامة في الكل في جميع ما في الأخلاق في المنطق في التربية في جميع ما في اللي تصور أنت فماش حتى أخلاق الأخلاق في كل بصفة والله والله بنتي نحكي لك بالضبط في أي ميدان ربي قليل تقشي كعبات معناها ضميره معناها كذا ويخدم على روحه معناها بنظام ولا كذا فوالا فوضى ياسر فما فوضى كبيرة كبيرة في أي في قطاع في أي قطاع في كل شيء تمشي للبوصة تمشي باش تطلع أوراق ولا تمشي تلقى سيق على سيق تلقى معناها كذا ولا تمشي نتاع الكنام راهو فضايح الكنام راه الكنام فضايح راه تبعث أنت تشيل الدوال بفلوسك باش تبعث باش تبعث تصب باش يرجعوا لك فلوسك أنت نتاع باش ياخذوا عليك ما نعرفش قداش ها برانسيب كان جور ترجع الكنام يقعدك بشهرين يخدموا في عقلهم قال لك طب اللي يعمل تاع الكنام في عقلهم يجيك بعد قداش باش يلوحك الدوسيات معناها من اجل على شنو كذا فما ناس يعني بها ربي تكردي من الفارماسية قدامي انا يعني. دواء مرض المزمن ما فماش يكرديهم من الفارماسية يقول لك صب الكنام نعطيك كي يوري وجههم في الفارماسية يقول لك تو عندك شهر واش الكنام تو ما صابوا لك امبرسيب ما تفوتش 25 يوم شهر انا برشا يا خويا برشا بنتي فهمت معناها تعب معناها الانسان كي يمرض في تونس تعب كان ما عندوش شكون يجري له يقف له يبدا مسكين كذا هو لازم شكون يقف معناها سوى معناها كي يبدا ابوه مريض ولا ام مريضه اكيد ولادهم باش يبداو يقفوا معاه باش يتعبوا مسكين والله بيان سور لكن لازم والله العظيم صار ساعه مسكين يبدا المريض تعب وكل ما عندهمش الاخرين عندهم فلوس يمشيوا عادي وكذا كذا باش يخدك رانديفو مع الطبيب تعطيه رانديفو بعد ثلاث اشهر بعد 14 بعد ما يجي يتعب هو فما حاجات ضروريه لازمهم يتقدوا في الخاص الحقيقه لكن اللي باش تعدي كل جمعه باش تعدي كل جمعه وباش تعمل كل جمعه كل جمعه كل جمعه كل جمعه ماش نجم في الخاص والله العظيم والله فما ناس شريتها اسيدي الواحد فما واحد يخدم قد قد ايه شريته 209000 209000 باش يوكل هو وكل مرته ولاده معرسين معناها كل واحد يعني يا ربي شنو يموره ما يخلطش بحد شيء يعني يقول لك نمشي للسبيطار نشد الصف نتعب تعطيني رنديفو بعد قداش شوف صديق هي مازالت احتمال عندها مرض هذاك ما يصبرش كذا يعطيك الصحة يا مسيو.